طيب إذا عدنا إلى الديموغرافية في إيران، بالنسبة الآن للأكراد يوجد وراءهم فصيل داعم، هو كردستان العراق والأكراد بيكيكي بيدي قصد كل هذه الجماعات المسلحة الكردية، إنما هي داعمة للأكراد في إيران في مشروعهم الذين يحلمون به إقامة دولة كردستان ويدعمونهم بالسلاح، وهم الفصيل الأوحد الذي يحمل السلاح في إيران. هل من الممكن أن يتطور الأمر بعد أن صرح كثير من أعضاء المجلس الشعب الإيراني التابع للأكراد أن هنا أن كل كردي أصبح في مرمى الرصاص أو رصاص الشرطة الإيرانية؟ هل من الممكن أن يتطور هذا الصدام إلى صدام مسلح خاصة في منطقة الأكراد؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن حلم إنشاء دولة كردية هو حلم قادات الحال، هو قديم الأزل، ولكن الظروف الحالية الدولية أو حتى السابقة لن تسمح لهم بإنشاء يعني. ولكن هم موجودون يعني أنشأوا شبه كيان في العراق، متواجدين بقوة الآن في سوريا ومسيطرين على أماكن كبيرة، وربما هذا وقت ضعف إيران ينتهز الفرصة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن تهديد للجغرافيا الإيرانية، ولكن إذا تحدثنا عن إنشاء دولة يعني كردية في الشمال السوري وفي الجنوب التركي وفي الشمال العراقي والشمال الغربي الإيراني، نحن نتحدث عن حلم يعني غير قابل للتحقيق. بالنسبة لسوريا في الفترة القادمة أنا أعتقد أن هناك سيكون هناك مجموعة من الموامعات السياسية ما بين الحكومة في تركيا وفي سوريا، وسيتم الاتفاق حول الأكراد في هذه يعني الأحداث السياسية التي ستكون لها انعكاس كبير على المفاوضات ما بين تركيا وما بين سوريا. في هذه الحالة سيتم بطبيعة الحال يعني تجنب الأكراد لهذه المفاوضات، وستضطر تركيا الى ان يعني تستخدم القوى الغاشمه تجاه الاكراد. هذا بالنسبه لشمال سوريا. بالنسبه للجنوب التركي هذا غير قابل للتحقيق في اي زمن من الازمان، لانه الكثير من الدول في العالم لا تستطيع الاستغناء عن اي جزء من اراضيها لصالح انشاء دوله او انشاء اقليه او ما الى ذلك. كذلك في الشمال العراقي كان هناك بطبيعه الحال مجموعة من الضربات التركية على الأراضي العراقية في جبال يعني سنجار في شمال العراق، ولكن في النهاية تم الاتفاق على ما بين الحكومة العراقية والحكومة التركية على هذه الضربات. بالنسبة لإيران فهما يعني هناك وحدة وكل شيء، ولكن إذا تحدثنا عن إيران ينبغي إذا تحدثت عن دولة فأن تتحدث عن جميع المنطقة الجيوسياسية التي ينبغي أن يتم إنشاء الدولة فيها، وهي جنوب روسيا، شمال سوريا، شمال الغرب للعراق، والشمال الغربي لإيران.